بي بعده. انا سليم كشتي، وانا احمد عبد الله، ندرس في الصف الخامس بمدرسة ابن رشد العالمية. نحن نريد ان نتكلم عن الاعمال الصالحات طول شهر رمضان. ايها المؤمنون والمؤمنات، قدم بيننا شهر عظيم، ألا وهو شهر رمضان. قد افترض الله علينا فيه صيام، وسن رسول الله فيه القيام، فعلينا الصوم نهارا والقيام علينا فيه ليلا. شهر رمضان هو شهر القرآن، فنتلو القرآن وندرسه ليلا ونهارا. شهر رمضان هو شهر الغفران، فنستغفره كثيرا ونسبحه دوما. شهر رمضان هو شهر ترك المعاصي والسيئات، فلنجتنب عنها ولا نقترب. شهر رمضان هو شهر الصدقات والإحسان، فتكثرونها للفقراء يا أغنياء بالحديث عمله. شهر رمضان هو شهر ترك قول الزور والمخاصمة، فاترك الكذب واعترض عن المخاصمة. شهر رمضان هو شهر ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. خير من ألف شهر؟ يا سلام، هيا نتحرها كل ليل. والله الموفق والمعين، وبه نستعين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.